تسابق محموم للأحزاب والكتل السياسية بالعراق في صراعها المستمر على المناصب والسلطة بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات. تسابق ذهب هذه المرة باتجاه استغلال النازحين في محاولة لكسب أصواتهم من خلال إغداق الوعود والتعهدات الخاصة بإرجاعهم إلى مناطقهم. ناشطون أكدوا أن أحزابا وميليشيات مسلحة مارست الضغط على النازحين عبر وسائل عديدة في سبيل توجيه أصواتهم نحو كيانات سياسية محددة، على الرغم من تأكيد مراكز إنسانية مقاطعة النازحين لهذه الانتخابات كسابقاتها، مشيرة إلى أن الإحباط والاستيام من الأحزاب الحالية والحكومات المتعاقبة هو شعور جماعي لدى النازحين الذين يسكنون الخيام منذ أكثر من 9 أعوام. ولا يزال أكثر من 1,000,000 نازح داخل العراق، بينهم نحو 400,000 عراقي ممنوعون من العودة إلى مدنهم بقرار من ميليشيات مسلحة تستولي عليها في محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى وبابل، ولا سيما في ناحية جرف الصخر التي تسيطر عليها ميليشيات حزب الله وميليشيا العصائب منذ نهاية عام 2014، بينما تتلخص أسباب عدم عودة النازحين الآخرين بالدمار الهائل الذي لحق بالعديد من المدن وسط تعثر الحكومة الحالية وسابقاتها وفساد ملف عمليات إعادة الأعمار. حكومة السودان من جانبها لجأت إلى الاستعراض والدعاية في ملف انتخابات مجالس المحافظات حينما أعلنت توفيرها الجو الانتخابي للنازحين في مخيماتهم عبر فتح مراكز الاقتراع، خطوة رأى فيها مراقبون أنها دعاية حكومية تؤكد الفشل في إنهاء ملف النزوح، لا سيما بعد تأكيد منظمة الهجرة الدولية عن أن النزوح طويل الأمد بات سمة الوضع في العراق بعد انتهاء الحرب على داعش. انتخابات مجالس المحافظات تأتي اليوم وسط مقاطعة شعبية واسعة لها كسابقاتها من الانتخابات الماضية التي لم تغير شيئا من واقع النازحين في مخيمات النزوح في العراق، لتؤكد هذه الانتخابات مرة أخرى استمرار صراع الكتل السياسية على السلطة والنفوذ واستغلال الأحزاب لمآس العراقيين حتى لو كانوا في خيم عشوائية لا تقيهم من حر الصيف وبرد الشتاء.